بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات طلبة وطلبات الشهادة الإعدادية، مرحبا بكم ودرس جديد من دروس مادة الجبر، والدرس الثاني في الوحدة الثانية، وهو مجال الكسر الجبري والمجال المشترك لكسرين جبريين وتساوي كسرين جبريين. طبعا احنا خدنا في الحلقة اللي فاتت قبل كده اللي هو أصفار اللي الكسر الجبري. المرة دي المجال هيختلف عنه في اننا بنجيب ح فرق أصفار المقام، ده المجال بتاعي، ح فرق أصفار المقام سواء لدالة كسرية أو لأكثر من دالة. وطبعا بعد كده هنشوف إذا كانوا متساويين هيبقى ليها بعض الشروط هناخدها مع بعض، وناخد أمثلة كتيرة جدا على مجال الكسر الجبري وتساوي كسرين جبريين، ونبتدي مع بعض من دلوقتي نشتغل أمثلة على الكلام ده. اتفضلوا معي. الدالة الكسرية وتساوي كسرين جبريين. طيب عندي الدالة الكسرية بيقول لي لو عندي قاف ودال كثيرة حدود، يعني عندي دالتين اسمها قاف سين بتساوي سين زائد 3، ودال سين اللي هي الدالة الثانية بتساوي سين تربيع زائد 5 سين زائد 1. لو قسمنا الاثنين على بعض بصورة بسط ومقام بالشكل ده، يبقى الدالة اللي هي نون اللي هي ناتجة عن اسم تل دالتين على بعض بنسميها دالة كسرية، مكونة من دالتين في البسط والمقام. يبقى نون سين هتساوي سين زائد 3 على سين تربيع زائد 5 سين زائد 1، بتسمى دالة كسرية جبرية، أو كسرة حدود بسط ومقام، فبنسميها دالة كسرية. طيب مجال الدالة الكسرية الجبرية، بتسمع على بعض طبعا، بنقول احنا الكسور الجبرية، بتبقى عبارة عن مجموع الأعداد الحقيقية كلها ما عدا اللي يخلي المقام بيساوي صفر. يبقى إذن المجال عبارة عن الأعداد الحقيقية ما عدا أصفار المقام. أصفار المقام بنجيبها إزاي؟ خدنا طبعا قبل كده إن احنا نجيب أصفار الدالة إزاي؟ ما هي المقام ده عبارة عن دالة كسيرة حدود زي ما احنا قلنا. طيب هنشوف كده مع بعض الأمثلة بتاعتي. أول مثال، عين مجال كل من الدوال الكسرية الجبرية الآتية. أول واحدة دال سين بتساوي سين ناقص 2 على سين ناقص كام؟ 3. هناخد أصفار مين؟ المقام، نجيب أصفار المقام، يبقى نساوي المقام بيساوي صفر، يبقى سين ناقص 3 بتساوي صفر، ومنها سين تساوي كام؟ 3. سين ناقص 3 تساوي صفر ومنها سين تساوي 3، يبقى المجال بتاعي عبارة عن إيه؟ ح اللي هي الأعداد الحقيقية فرق التلاتة اللي أنا طلعتها من أصفار المقام، يبقى مجال ح فرق أصفار المقام يعني ح فرق كام؟ 3. طب والبسط ماليش دعوة بيه دلوقتي خالص، أنا ليا اللي يخلي المقام بيساوي صفر أنا مش عايزه، يبقى ح فرق أصفار المقام. نشوف اللي بعدها، دال س بتساوي س ناقص 2 على س زائد 3، برضه بنعمل إيه؟ هناخد المقام في كل مرة، ناخد المقام ونساويه بالصفر، ما نبصش للبسط خالص، إحنا نبص للمقام بتاعي، عايزه ما يساويش صفر، فنقول هنا إيه اللي بيخليه بيساوي صفر عشان أستبعده، يبقى س زائد 3 يساوي صفر. يبقى السين بتساوي وناخد التلاتة الطرف الثاني بإشارة مخالفة سالب 3، يبقى المجال بتاعي ح فرق السالب 3 اللي هي أصفار المقام. نشوف اللي بعدها، دال سين بتساوي سين زائد 3 على سين، أنا بهتم بمين؟ بالمقام، أجيب أصفاره، يبقى سين تساوي صفر، خلاص سين بتساوي صفر هي المقام، يعني إيه اللي يخلي المقام بيساوي صفر؟ إن السين تكون بصفر، يبقى المجال ح فرق الصفر. دال س بتساوي س على س تربيع ناقص 4، أي نوع من التحليل؟ خدناه قبل كده، أيوه فرق بين مربعين اللي احنا بنسميه التوأم اللي احنا بنعمل له قوسين، أو ناخد على طول س تربيع ونساوي بالأربعة نوديها الطرف الثاني سواء كده أو كده، يعني س تربيع ناقص 4 يساوي صفر، ممكن نعمل القوسين دول أو نقول له إيه؟ نودي الأربعة الطرف الثاني بإشارة مخالفة، يبقى س تربيع بتساوي 4 ونجيب جذرها الموجب والسالب. أو نقول له هنا زي ما احنا كاتبين س ناقص 2 س زائد 2، وقلناها قبل كده كتير. طيب من الأولانية يبقى س بتساوي 2، أو س زائد 2 يساوي صفر، يبقى س بتساوي سالب 2، يبقى المجال بتاعي ح فرق 2 وسالب 2، ما انساش ح دي خالص، لازم أقول له ح فرق أصفار المقام. اللي بعدها دال س بتساوي س زائد 1 على س تربيع زائد 4، س تربيع زائد 4، خدوا بالكم من دي كويس، أصفار المقام س تربيع زائد 4 بيساوي صفر،
لو انا خدت الاربعه الطرف الثاني بإشارة مخالفه تبقى بكام؟ سالب 4 مرفوضه، لان ما ينفعش يجازر العدد السالب، يبقى لا يوجد اصفار. مش هكتب بقى اللي هو ما فيش حاجه لحل بفاي، لا، المجال غير الاصفار عامه، المجال ح فرق اصفار المقام، يبقى المجال عندي بايه؟ ح، لان اقول فرق مش هلاقي حاجه اكتبها، يبقى المجال عندي بح. ناخد بالنا س تربيع بعدها زائد وعدد مربع، دي مالها؟ ما بتتحللش، والحل بتاعها او مجموعه الحل بتاعتها بفاي، لكن المجال ح فرق اصفار المقام. نشوف اللي بعدها، س ناقص 1 على س تربيع ناقص 5 س زائد 6. انا بركز طبعا على البسط وانا بتكلم، نوجد اصفار المقام، على بقى يركز على المقام قصدي، يبقى المقام هو اللي بنركز عليه اللي هو س تربيع ناقص 5 س زائد 6. طيب س تربيع ناقص 5 س زائد 6 بنساويها بالصفر، مقدار ثلاثي بسيط يتحل بالاله، او اللي ما عندوش اله وعرفنا الطريقه بتاعتنا ان احنا بنقول قوسين س وس، ونشوف السته عايز عددين حاصل ضربهم السته ومجموعهم سالب 5، اللي هو الاثنين والثلاثه، والاثنين ياخدوا اشاره الحد الاوسط اللي هو السالب، يبقى سالب 2 في سالب 3. اما س ناقص 2 يساوي صفر يبقى س بتساوي 2، او س ناقص 3 يساوي صفر يبقى س بتساوي 3، يبقى المجال ح فرق 2 و3. الداله اللي بعدها د س بتساوي س ناقص 3 س زائد 3 على س تربيع، اهتم بمين؟ بالمقام. نقول له س تربيع بيساوي صفر، يعني س بتساوي صفر، ما يهمنيش بقى هي س س او س تربيع او س تكعيب، بنساويها بالصفر طبعا، الجذر التربيع للصفر بصفر، التكعيب للصفر بصفر، وهكذا. يبقى س تربيع بيساوي صفر يبقى س بيساوي صفر، يبقى المجال ح فرق الصفر، ح فرق مين؟ الصفر، يبقى ده المجال بتاعي. نشوف اللي بعده، د س بتساوي س تربيع ناقص 5 س زائد 6 على س تربيع ناقص س، زي ما اتفقنا اول ما نلاقي هنا س وهنا س في الحدين ناخد س عامل مشترك بره، يبقى س اهي عامل مشترك، ونقول له س تربيع على س فس ناقص س على س بواحد، اما الس هي اللي بصفر وكتبناها اهو، او س ناقص 1 بيساوي صفر يبقى س بتساوي 1، يبقى المجال ح فرق صفر وواحد، المجموعه صفر وواحد. مسائل بسيطه على فكره، لو احنا اشتغلناها كتير، اهم حاجه عندي يكون عندي فكره كويسه عن التحليل. س تربيع مجال اللي هو الداله عندي س تربيع زائد 3 س زائد 4 على س تكعيب ناقص 4 س، اهي س وس، ناخد س بره، يبقى ايه؟ نكتبها بصفر، يبقى س تكعيب ناقص 4 س بيساوي صفر اللي هو المقام، ناخد الس بره عامل مشترك، يبقى س تكعيب على س فس تربيع ناقص 4 س على س فس س، الس دي معايا، وناخد الس تربيع ناقص 4 بتساوي ايه؟ ونساويها بالصفر، ونعمل لها القوسين بتوعها لان ده فرق بين مربعين، يبقى س س والاربعة 2 في 2، او ناخدها لوحدها كده، طبعا احنا خدنا دي بصفر، ونقول له س تربيع يساوي 4 ونجيب جذرها الموجب والسالب اللي هو موجب 2 وسالب 2. يبقى عندي كام حاجة دلوقتي تخلي المقام بيساوي صفر؟ السين اللي هي بصفر أو باتنين أو بسالب 2، يبقى المجال بتاعي ح فرق أصفار المقام اللي هي صفر 2 سالب 2. ده الس تساوي س تربيع ناقص 3 س زائد 5 على س ناقص 1 لكل تربيع، نوجد أصفار المقام، يبقى س ناقص 1 لكل تربيع بيساوي إيه؟ صفر. يعني س ناقص 1 بيساوي صفر، طب التربيع راح فين؟ أكن أنا جبت جذر الطرفين. جذر ده جذر س ناقص 1 لكل تربيع بس ناقص 1. ما التربيع هيطير ايه؟ الاثنين دي، الجذر بتاع اما نجيب الجذر هنطير الاثنين، وجذر الصفر بصفر، يبقى س ناقص 1 بيساوي صفر، يبقى س بيساوي كام؟ نروح الطرف الثاني باشاره مخالفه، يبقى بتساوي 1. يبقى اذا المجال ح فرق 1. الداله اللي بعدها س، ده س بيساوي س تربيع ناقص 5 س زائد 4 على س تربيع ناقص 9 مضروبه في س تكعيب زائد 8. هنساوي طبعا المقام بالصفر، ونقول له ناخد دي لوحدها كده، ونقول له س تربيع، ونودي 9 الطرف الثاني باشاره مخالفه، تبقى بتساوي 9. نجيب جذرها، س بتساوي موجب او سالب 3 اللي هو موجب او سالب جذر ال 9 اللي هو 3 وسالب 3. نروح للس تكعيب زائد 8، هناخد 8 نوديها للطرف الثاني باشاره مخالفه، يبقى سالب 8. الجذر التكعيبي لسالب 8 بسالب 2، يعني الجذر التكعيبي يقبل تحتيه سالب؟ اه طبعا يقبل تحتيه سالب، لكن الجذر التربيع ما يقبلش تحتيه سالب. يبقى اللي موجود عندي اصفار المقام 3 وسالب 3 وسالب 2، يبقى المجال ح فرق سالب 3 سالب 2 و3.
د س بتساوي س تربيع ناقص 5 س زائد 4 على س تربيع ناقص 3. نوجد أصفار المقام، يعني س تربيع ناقص 3 يساوي 0. فرق بين مربعين، هتقول لي 3 مش مربع، ما احنا هنجيب جذرها. طب ايه جذرها؟ جذرها جذر 3. يبقى نقول له س تربيع يساوي 3، يبقى س هتساوي موجب او سالب جذر 3. والمجال هيبقى ايه؟ ح فرق جذر 3 وسالب جذر 3. وحذار حد يكتب في المجموع هنا ح فرق ويكتب موجب او سالب جذر 3، ما ينفعش طبعا، لان ما فيش نقطه على خط الاعداد بيمثلها عدد موجب وسالب في نفس الوقت. يبقى ناخدهم نفرقهم عن بعض في المجموعه، جذر 3 وسالب جذر 3. د س بتساوي س تربيع ناقص 4 على 2 س ناقص 3. ناخد المقام ونساويه بالصفر ونجيب له اصفاره زي ما احنا قلنا قبل كده. ناخد ال 3 الطرف الثاني باشاره مخالفه، يبقى 2 س بتساوي 3، ونقسم الطرفين على كام؟ على ال 2. يبقى دي تروح مع دي، يبقى الس بتساوي 3 على ال 2، او زي ما احنا قلنا قبل كده عايز الس هقول له س بتساوي 3 على ال 2 بس بعكس الاشاره، 3 على 2 بعكس الاشاره. يبقى دلوقتي المجال بتاعي بقى ح فرق 3 على 2. نشوف بقى دلوقتي تساوي. عندي كسرين جبريين وعايز اجيب لهم المجال المشترك، بعد كده نشوف التساوي بتاع كسرين جبريين. اوجد المجال المشترك لكل من الكسور الجبريه الاتيه. بدل ما هو عندي كسر واحد هيبقى كسرين او ثلاثه او اكثر، ونجيب لهم المجال المشترك. المجال المشترك هيديني ايه لكسرين جبريين؟ ح فرق مجموعة أصفار المقامين، سواء المقام بتاع الدالة الأولى أو الدالة الثانية. نشوف مع بعض الطريقة عملية. عندي دلوقتي رقم واحد، الدالة الأولى س ناقص 3 على س، والدالة الثانية س ناقص 1 على س ناقص 2. هاخد دي لوحدها ودي لوحدها، أجيب دي أصفار المقام وهنا أصفار المقام، وأقول له ح فرق وألم الأصفار كلها بتاعة المقامات ده وده مع بعض، لكن الرقم اللي بكتبه ما بكرروش تاني. إزاي؟ هنشوف دلوقتي. نوجد أصفار مقام الكسر الأول اللي هو بكام؟ س بتساوي صفر. طب أصفار مقام التاني اللي هي كام؟ س بتساوي 2 وعكس الإشارة. عندي هنا صفر وهنا كام؟ 2. يبقى المجال المشترك ح فرق الصفر والاتنين، يعني أصفار مقام الكسر الأول وأصفار مقام الكسر التاني. طيب يبقى ح فرق أصفار المقامين، أو لو خدناها كقانون بنقول له ح فرق تقاطع الإيه؟ أصفار المقامين بتاع الأولى والتانية. طب التقاطع هيديني ايه؟ هيديني نفس الحدود اللي هي الصفر والاتنين. نشوف اللي بعدها. س ناقص 1 على س زائد 2، دي الداله الاولى. الداله الثانيه س تربيع ناقص 2 س زائد 1 على س تربيع ناقص 9. احنا ممكن نقسم الصفحه لجزئين، جزء للداله الاولى وجزء للداله الثانيه. ناخد ده ونجيب له اصفار المقام بتاعته، وناخد الثاني ونجيب له اصفار المقام بتاعته. اصفار الكسر الاول زائد س زائد 2 بتساوي صفر، يبقى س بكام؟ بسالب 2، يبقى معايا دلوقتي سالب 2 ادي واحده. طيب ناخد اصفار المقام الثاني اللي هو س تربيع ناقص 9 بتساوي صفر، ده فرق بين مربعين، نقول له س وس اللي هو التوام جذر 9 ب 3، يبقى 3 و 3 واحده موجبه واحده سالبه، يبقى س ب 3 وس بسالب 3. يبقى عندي هنا سالب 2 وعندي 3 وعندي السالب 3، يبقى المجال المشترك ح فرق سالب 2 و 3 وسالب 3. عندي هنا المثال س على 5 و س على س زائد 2 و س تربيع على س تكعيب ناقص 8. هناخد كل واحدة لوحدها ونجيب أصفار المقام. هنا المقام بتاعي كام؟ 5. نوجد أصفار المقام الكسر الأول، 5 تساوي 0. الله، مش ممكن طبعا 5 يساوي 0، يبقى ده مرفوض، ليس له إيه؟ أصفار. طيب نشوف الثاني، س ناقص زائد 2 بيساوي 0، يبقى س بكام؟ سالب 2. أصفار الثالث س تكعيب ناقص 8 يساوي صفر، نوديها الطرف الثاني، يبقى س تكعيب ب 8. طب نجيب جذر التكعيب ال 8 اللي هو بكام؟ ب 2. يبقى عندي سالب 2 وكام؟ وال 2. هنا ما فيش دعوه بالصفر، خلاص ما احنا عرفنا ان هي الاولانيه مالهاش ايه حل، اللي هي الاولانيه دي. يبقى عندي سالب 2 وكام؟ و 2. ح فرق سالب 2 و 2. نشوف اللي بعدها. عندي هنا برضو ثلاث كسور جبريه، ناخد الاول والثاني والثالث. ناخد الاول أصفار المقام بتاع الكسر الأول، س يساوي صفر، خلاص س بتساوي صفر أول واحدة، س تربيع ناقص 1 يساوي صفر، يبقى س تربيع بتساوي 1. طب الس بس موجب أو سالب؟ الجذر بتاع الواحد اللي هو 1،
يبقى تاني حاجة أنا عندي هنا الصفر وعندي موجب أو سالب واحد، ناخد التانية اللي هو الكسر التالت س تربيع ناقص 8 7 س زائد 12 يساوي صفر، بنحلله كمقدار ثلاثي بسيط عشان هنا في ايه؟ واحد، مفيش رقم جنب الس تربيع، المعامل بتاعها بواحد. نفتح قوسين س وس، عايز عددين حاصل ضربهم 12 ومجموعهم 7، يبقى للتلاتة في 4 والاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط، يبقى س ناقص 3 في س ناقص 4، يعني س بتساوي 3 وس بتساوي 4، ودي تالت حاجة نجمع كل دولت مع بعض في كمجال مشترك للدوال التلاتة، يبقى حفر ونلم كله مع بعض اللي هو الصفر واحد وسالب واحد وتلاتة وأربعة، يبقى حفر صفر وواحد وسالب واحد وتلاتة وأربعة. اختزال الكسر الجبري يعني ايه اختزال؟ يعني تبسيطه هنبسط الكسر الجبري، اذا كانت هناك عوامل مشتركة بين البسط والمقام فإنه يمكن اختزال أو اختصار الكسر الجبري بالتخلص من هذه العوامل المشتركة، يعني عند أقواس شبه بعضها يروحوا مع بعض، عند س فوق وس تحت يروحوا مع بعض وهكذا. يجب تعيين مجال الكسر قبل ما نشيل أي حاجة في الاختزال، يعني أنا هحلل وبعدين أجيب مجال بعد كده أختزل، يعني ما بختزلش على طول. نشوف كده، يختزل كل من الكسور الجبرية الآتية. أول واحدة ده س بتساوي س تربيع ناقص 5 س زائد 6 على س تربيع ناقص 9. أول حاجة هحلل بسط ومقام، دي نمرة واحد. تعالوا كده نحلل، اللي فوق مقدار ثلاثي بسيط قوسين س وس، عددين حاصل ضربهم 6 ومجموعهم 5، 2 في 3 الاثنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط، يبقى سالب 3 وسالب 2 أو سالب 2 وسالب 3، ده البسط. نروح للمقام، المقام هنا س تربيع ناقص 9 بنحلله بقوسين لان ده فرق بين مربعين اللي هو التوأم، يبقى س س سالب موجب 3 3. طيب نشيل ده مع ده؟ لا ما نشيلش دلوقتي، نجيب المجال الاول وبعد كده نبتدي نختزل او نختصر او نبسط الكسر الجبري. نقول له ح فرق اصفار المقام اللي هي كام؟ 3 اللي عكس الاشاره و سالب 3، جبنا خلاص نبتدي نتخلص. نقول له س ناقص 3 تروح مع س ناقص 3، يتفضل س ناقص 2 على س زائد 3. ما ننساش دي، لازم نجيب المجال قبل ما نشيل حاجة مع التانية، قبل ما نختزل أو نبسط. خلاص نشوف اللي بعدها، ده س بتساوي س تربيع ناقص 4 س زائد 3 على س تربيع ناقص س. نحلل بسط ومقام، نحللهم يلا، اللي فوق مقدار ثلاثي بسيط وخدناه قبل كده كذا مرة، يبقى س ناقص 3 مضروبة في س ناقص 1. اللي تحت س هنا وس هنا، ها هناخد ايه؟ س عامل مشترك، ايوه كده مش برافو، احنا خدناها اكتر من مره، يبقى س بره ونقول له س تربيع على س في س ناقص س على س بكام؟ بواحد. هي ايوه نجيب المجال الاول، نجيب المجال قبل ما نبص ان احنا هنشيل ايه مع مين. يلا حفر اصفار المقام، اصفار المقام كام؟ صفر وواحد، باخد عكس الاشاره، جبت المجال خلاص ابتدي ابسط. هنا كام؟ س ناقص 1، يروح مع س ناقص 1 اللي فوق، اتفضل س ناقص 3 على الس، وده اخر حاجه وصلنا لها في الاختزال بتاع الكسر الجبري. نشوف اللي بعديه، ده ال س بتساوي س تكعيب ناقص 8 على س تربيع ناقص 4. بسط، بسط ومقام، اللي فوق فرق بين مكعبين. هنحلل الفرق بين مكعبين ازاي؟ بنعمل قوس صغير وقوس كبير، هنعمل فيه اشاره بتاعت الفرق بين المكعبين دي ناقص، يبقى نكتبها هنا ناقص. الحد الاخير دائما وابدا بيكون موجب. طب والاشاره دي بتعاكس اللي قبلها، يعني ايه بتعاكسها؟ يعني لو دي سالب تبقى هي موجب، ولو دي موجب تبقى سالب، هيبقى هنا ايه؟ زائد. عرفنا الاشارات نبتدي نشتغل. س تكعيب جذرها التكعيبي كام؟ بسين. التمانية جذرها التكعيبي كام؟ باتنين. جبناهم نقول له هنا ادي السين ناقص 2، ده القوس الصغير، القوس الكبير مربع الاول، س مربعها س تربيع في الحد الاخير عباره عن مربع الاثنين اللي هي بكام؟ باربعه. طب الحد الاوسط عباره عن الاول في الثاني، بس ما نقدرش نقول بقى زي ما خدناه في ايه تحليل ثاني اول في الثاني في اثنين، لا طبعا هنا في الايه فرق المكعبين او مجموع المكعبين الحد الاوسط عباره عن الاول في الثاني، س في 2 ب 2 س. أولها مرة تانية، نقولها تاني الحتة دي،
عندي هنا الفرق بين مكعبين عبارة عن قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير جذر الأول والإشارة اللي موجودة عندي سواء موجب أو سالب، وجذر الثاني جبناه. الإشارات هناك في القوس الكبير الأخيرة طول عمرها موجبة، طب واللي في النص بتعاكس الأولى. يعني إيه بتعاكسها؟ يعني لو سالب تبقى موجب، موجب تبقى سالب. هنا مربع الأول نحطه هنا، المربع الثاني في الآخر، اللي في النص نضرب الحدين في بعض س في 2. نرجع نقول إيه؟ هناخد تحليل بالنسبة للمقام. المقام س تربيع ناقص 4، ده فرق بين مربعين اللي هو التوأم، س س سالب 2 في موجب 2 أو موجب 2 في سالب 2. حللنا نعمل ايه؟ المجال ح فرق اصفار المقام، مش دعوه باللي فوق. هنا س بتساوي 2 وهنا سالب 2، يبقى ح فرق 2 وسالب 2. جبنا المجال خلاص، نبتدي نشوف مين هيروح مع التاني. الاثنين دول راحوا مع بعض، اتفضل. س تربيع ناقص زائد 2 س زائد 4 على س زائد 2، وده اخر حاجه وصلنا لها. نشوف المثال اللي بعده. ده س بتساوي س تربيع زائد س ناقص 6 على س تربيع ناقص 2 س ناقص 15. تحليل بسط ومقام، اللي فوق مقدار ثلاثي بسيط، اللي تحت مقدار ثلاثي بسيط بالآلة الحاسبة أو بمجهودك الشخصي بنعمله. قوسين هنا س وهنا س، عايز عددين حاصل ضربهم 6 والفرق بينهم 1 اللي هو 3 في 2. الكبير فيهم اللي هو 3 ياخد إشارة الحد الأوسط اللي هو كام؟ زائد، يبقى زائد 3 في سالب 2. ننزل تحت برضه قوسين س وس، عايز عددين حاصل ضربهم 15 والفرق بينهم كام؟ 2 اللي هو 5 في 3. الكبير ياخد إشارة الأوسط يبقى سالب 5 في موجب 3. حللنا خلاص اللي تحت، نبتدي نجيب إيه؟ المجال ح فرق أصفار المقام، يعني ح فرق 5 وسالب 3 بعكس إشارتها. جبنا المجال، نبتدي نشوف الحاجة اللي تطير مع بعضها. هنا س زائد 3 مع س زائد 3، يتفضل عندي في البسط س ناقص 2 وفي المقام س ناقص 5. إذا كان نون 1 س بتساوي ده الكسر الأول س تربيع زائد 3 س زائد 2 على س تربيع ناقص 4، والكسر الثاني هو نون 2 س س تربيع ناقص 1 على س تربيع ناقص 3 س زائد 2. هل نون 1 يساوي نون 2؟ ده مثال عايزين نشوف هل المجال هنا او الداله الاولى بتساوي الداله الثانيه، وعايز المجال المشترك الذي تتساوى فيه الدالتان. عشان هما الاثنين يساووا بعض لابد من توفر حاجتين مع بعض. ايه هما؟ اختزال يساوي اختزال، او تبسيط يساوي تبسيط، ومجال يساوي مجال. الاثنين يتوفروا مش واحد بس. نشوف مع بعض. هجيب الاولى، نجيب مجالها وتبسيطها. الدالة الأولى بحل البسط ومقام، البسط قوسين لأنه مقدار ثلاثي بسيط، س زائد 2 س زائد 1. طبعا اتعودنا عرفنا بنحلل ازاي، تحت فرق بين مربعين اللي هو التوأم س زائد 2 س ناقص 2، واعتقد ان الأمثلة بقت مكررة فعارفين التحليل ازاي في كل واحدة. قبل ما اجيب اللي هو س زائد 1 على س ناقص 2 بعمل ايه؟ بجيب المجال، يبقى فرق 2 وسالب 2 اهي قدامي، ده المجال بتاعي. طيب والاختزال؟ في الاختزال عندي هنا س زائد 2 راحت مع س زائد 2، يتفضل س زائد 1 على س ناقص 1، يبقى ده الاختزال وده المجال. نشوف الثانيه بالنسبه للداله الكسريه الثانيه. حللنا البسط، فرق بين مربعين س ناقص 1 س زائد 1، واللي تحت مقدار ثلاثي بسيط س ناقص 2 في س ناقص 1. طيب هنجيب مجالهم، المجال ح فرق 2 و 1، 2 وكام؟ 1. طب والاختزال؟ س زائد 1 وس ناقص 2. لو لاحظنا ده الاختزال وده ايه؟ المجال. طيب الله، دلوقتي الاختزال المجال ما هو زي المجال، الاختزال زي الاختزال، لا لازم الشرطين يتوفروا، ما ينفعش الاثنين دول يتساووا ودولت لا، لازم يتوفر الشرطين، تبسيط يساوي تبسيط ومجال يساوي مجال. لو واحد منهم اختلف يبقى الدالتين مش متساويين، وبالفعل يبقى نون 1 لا تساوي نون 2 بسبب اختلافهم فين؟ في المجال. المجال الذي تتساوى فيه الدالتان هو ح فرق، ما اللي هو المجال المشترك بتاعهم اللي تساوى فيه هيبقى ح فرق 2 وسالب 2 و 1. يبقى ده المشترك، المجال المشترك اللي يكون في الدالتين المتساويتين اللي احنا بنجمع فيه مع اللي هو المجال الاول مع المجال الثاني، يعني ح فرق 2 وسالب 2 و 1. نشوف واحده ثانيه. اذا كان نون 1 بتساوي
س تكعيب ناقص س تربيع ناقص 6 على س تكعيب ناقص 9 س، ونون 2 س أس 2 ناقص 4 على س أس 2 زائد س ناقص 6. اثبت ان نون 1 بتساوي نون 2 لجميع قيم س التي تنتمي للمجال المشترك للدالتين، ووجد هذا المجال. هنمسك الدالة الأولى نجيب لها مجالها واختزالها، والدالة الثانية نفس الكلام. نشوف كده مع بعض. الدالة الأولى هنحلل البسط، س س س ناخد س بايه أقل أس وخدناه قبل كده، يبقى س بره عامل مشترك يتفضل جوه س تربيع ناقص س ناقص 6، تحت برضه س عامل مشترك اتفضل س تربيع ناقص 9. نكمل مع بعض. الس بره ما نشيلهاش مع بعض دلوقتي خالص، لما نجيب المجال الأول نبتدي نشوف س بره ونحلل المقدار الثلاثي ده. مقدار ثلاثي بسيط عبارة عن قوسين س ناقص 3 في س زائد 2. جبناها ازاي؟ اما بالآلة او بالتحليل اللي احنا خدناه قبل كده ومرت علينا اكتر من مرة، فعشان كده انا بكتبها على طول من غير ما نقول تفاصيل التحليل بتاعها. بالنسبة للمقام س ونفتح قوسين اللي هو التوأم عشان ده فرق بين مربعين، س ناقص 3 في س زائد 3. قبل ما اروح للخطوة دي بعمل ايه؟ بجيب المجال. يبقى المجال عبارة عن حافر اصفار المقام اللي هو صفر وتلاتة والسالب تلاتة. جبناه خلاص المجال، نبتدي نروح فوق ونشوف الحاجة اللي شبه بعضها نشيلها. ده شبه ده والسين مع السين يروحوا مع بعض، يبقى اتفضل س زائد 2 على س زائد 3. دي الأولى كاختزال ومجال. نروح للدالة التانية ونشوفها. البسط عبارة عن فرق بين مربعين التوأم س ناقص 2 في س زائد 2، تحت مقدار ثلاثي بسيط س ناقص 3 س ناقص 2. المجال ح فرق 2 و 3 ده المجال. طب الاختزال مين هيروح مع مين؟ س ناقص 2 مع س ناقص 2 اتفضل، س زائد 2 على س زائد 3. يبقى هو ده الاختزال. برضه الاختزال زي الاختزال لكن المجال مختلف. يبقى ايه؟ الدالتين مش متساويين، يبقى نون 1 لا تساوي نون 2، ولكن نون 1 يساوي نون 2 لجميع قيم س التي تنتمي للمجال المشترك اللي هو مين؟ ح فرق، وناخد الاثنين دول مع بعض اللي هو 0 و3 وسالب 3 و2. يعني ح فرق ده المجال المشترك اللي تتساوى فيه الدالتين. أرجو إن احنا نكون فهمنا مجال الكسر الجبري ومتى يتساوى كسرين جبريين، وطبعا المجال المشترك لكسرين جبريين، ونفرق بين أصفار الكسر الجبري ومجال الكسر الجبري. وبرضه زي ما احنا قلنا اللي مش فاهم حاجة يعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة، واللي عنده أي سؤال بيكتب لنا كومنت أسفل الفيديو، واحنا طبعا على أتم استعداد إن احنا نجاوب على أسئلتكم. وما تنسوش اللايك بتاعكم والشير عشان أكبر عدد من زملاتنا يستفيد من الحلقات بتاعتنا.